الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قيل حفص هو الأسد، يعني اسم حفص في اللغة الحاء والفاء وصاد الأسد، وهذه كنيته رضي الله عنه وأرضاه، وهذا لقبه، وهو أول من لقب به، لأنه كان الصديق يلقب بخليفة رسول الله، فلما جاء عمر قالوا خليفة رسول الله، طيب إلى متى سنقول خليفة، فلقبوه بأمير المؤمن، هو أول من لقي بهذا اللقب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أقوى ألفاظ التحمل، هو السماع. التحمل له ألفاظ، أنبأنا، أخبرنا، حدثنا، فهنا قال سمعت، هذا من أقوى ألفاظ التحمل للأحاديث. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وفي أنه كان ذلك على المنبر، ولذلك استفتح البخاري رحمه الله كتابه بهذا الحديث، واستعاض به عن خطبة الحاجة، لأنه في اللفظة لما رواه الإمام البخاري قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، قال: حدثنا علقمة بن وقاص الليثي، قال: سمعت عمر على المنبر يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث. فهنا لما أخذ كلمة على المنبر جعله بديلا عن خطبة الحاجة، ولذلك قالوا: لماذا البخاري رحمه الله، والبخاري متفنن، البخاري رحمه الله وهو يسبق زمانه، قالوا: لماذا المتوفى سنة، مولود سنة 196، متوفى سنة 264، قالوا: لماذا لم يبدأ كتابه بخطبة لكتابه كما بدأها غيره من المصنفين؟ قالوا: استعاض عن خطبة الكتاب بهذا الحديث، والبخاري فقه في تراجمه رحمه الله رحمة واسعة، وليس كما قال هذا الجهلول الذي خرج يوما في برنامج في إحدى القنوات وقال: وأما صحيح البخاري هذا الذي مؤلفه جمعة أبو عبد الله، هذا عبيط منافق، جمعة جمعه يا حبيبي، جمعه أبو عبد الله، قال: هذا الذي ألفه جمعة أبو عبد الله محمد البخاري، يا ابني جمع، حتى اللغة العربية تفهمها، نسأل الله العافية والسلامة. جمعة، فهذا الأجهل من حمار أهلي، من كل أهلهم حمار، هذا يعني سبحان الله، فهم يعني يفضحون أنفسهم بأنفسهم، نسأل الله السلامة والعافية. وقال: وكان رجلا أعمى، البخاري كان أعمى، والله أنت اللي أعمى، أنت اللي أعمى، البخاري كان أعمى، البخاري في طفولته سبحان الله أصابه العمى، فظلت أم البخاري يتيم، ربته أمه، ولو كنا النساء كذلك لفضلنا النساء على الرجال، فما التأنيث لوجه الشمس عين، وما التذكير فخر للهلال، فظلت أمه تقوم الليل وتأتي تمسح عليه وترقيه، فما بزغ الفجر حتى عاد بصره إليه بفضل ربي عز وجل. تقول له أنت، أيوة أنت، لا أنت أعمى البصر والبصيرة. نعم، يعني مرض وشوفه من يومه. اي نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله استقراء ما أحد تكلم في البخاري إلا وانمع كما ينمع الملح في الماء، استقراء، هذه آخرها واحد رؤيت في رؤيا وقصت على معبر إنه هو رأى، إنه هو يعني رأى في أحد الناس أنه يسقط من فوق جبل فانكسر رجله، فقال المعبر: هذا ينزل به أمر يذهب به جاهه بعدما كان مرتفعا ويفقد به مصدر رزقه. وبالفعل كانت تفتح له القنوات وكذا، وسقط سقطة ما بعدها إلى اليوم قيام، إلى اليوم قيام، لأن البخاري رأى في المنام أنه يعني يسير أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام ويروح عنه هكذا، قالوا: تذب عن رسول الله الكذب، وقد كان رحمه الله رحمة واسعة. فما أحد يتكلم في نهاية البخاري إلا ينمع كما ينمع الملح في الماء.
نعم. أحسن الله إليك. تفضل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. إن والماء كافة ومكفوفة، دخلت عليها الماء فكفت عملها، وإلا إنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إن الرجل أمين، إن وأخواتها أو إن وأخواتها حرف ناسخ، دخلت عليها الماء كفت عملها، خلاص أبطلت العمل لها، وجعلت ما بعد يفيد الحصر والقصر. إنما المؤمنون إخوة، إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، يعني لابد لكل عمل من نية، مبتدأ وخبر، لابد لكل عمل من نية، ونية تجمع على نيات، ليس كما يلحن الكثيرون يقول نوايا، سفير النوايا الحسنة، خطأ. النوايا جمع ناوية، كالزوايا جمع زاوية، والناوية هي الناقة السمينة، فسفير النية الحسنة يعني سفير النياقة السمينة. إنما هي نيات، ولذلك لا تجد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام النوايا نهائيا، كلها معنى إنما الأعمال بالنيات، فنية تجمع على نيات. نعم شيخ، الأعمال الألف ولم تفيد الاستغراق، كل عمل لابد فيه من نية، كل عمل لابد فيه من إيش؟ من عموم ليس يعني مقتصر بالعبادة، هو لا شك أن النية تقلب العادة لعبادة، حتى ما تضعه في إيش؟ امرأتك تؤجر، ماذا تؤجر عليه؟ تؤجر عليه. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا ليس تأكيدا، وإنما الأصل في الكلام التأسيس وليس التأكيد، فالأول تكلم عن الأعمال والثاني تكلم عن العامل، رأيتم؟ إنما الأعمال بالنية، إنما لكل امرئ ما نوى، فالشق الأول تكلم على الأعمال، والشق الثاني تكلم على ماذا؟ العامل. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل امرئ ما نواه، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فهذا الأول تكلم على الأعمال أنها لابد فيها من النية، والأمر الثاني تكلم على العامل لابد أن يستحضر هذه النية. والنية في كل الأعمال محلها القلب، لا يتلفظ بها، والتلفظ بالنية بدعة. ربما يسأل سائل كريم يقول إذا نحن نقول لبيك اللهم عمرة، نقول هذا إهلال وليس تلفظا بالنية، هذا يسمى الإهلال. فأهل رسول الله بالتوحيد، رواه الإمام مسلم وأبو داود وغيرهما في حديث جابر في منسكه الطويل عن حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وما اسم موصول يفيد من ألفاظ العموم أصوليا، وإنما لكل امرئ نكر مضافة تفيد العموم أيضا، ما يعني الذي تفيد أيضا، كل هذه ألفاظ العموم في هذا ليش في هذا الحديث. نعم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فمن اسم أصول بمعنى الذي يفيد العموم من ألفاظ العموم عند الأصوليين، فمن سواء كان أي إنسان ذكرا أو أنثى، فمن كانت هجرته، نعم، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أرأيتم من شرفها أكدت هنا، من يهاجر الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يثاب على هذه الهجرة. نعم. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وهذا من عطف الخاص على العام لعظيم فتنة النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. فما قال فهجرته لدنيا أو امرأة، لماذا؟ لأن ممكن الأمر يتعدد فوق ذلك كله، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني ممكن إنسان يكون يهاجر للجاه، يهاجر للمال، يهاجر إلى غير ذلك من هذه الأمور، فجعلت هذه إلى ما هاجر إليه تفيد العموم، تفيد العموم، لأن حصرها لا يستقصى، حصر نيات الناس في الهجرة كثيرة جدا، لكن وضحها لدنيا أو امرأة على سبيل، وقالوا هذا فيه ما يسمى بمهاجر أم قيس، ولكن لا يصح ذلك، أن رجلا أراد امرأة فقالت إلا في مدينة رسول الله فهاجر من أجلها، ولكن هذا ذكر لكنه لا يصح في الإسناد، إنما ذكره النبي ذلك عليه الصلاة والسلام لدنيا، يعني ليصيب عرض الدنيا، أو امرأة
وعطف الخاص على العام اللي هي المرأة على الدنيا، لأن الدنيا تشمل المرأة وغير المرأة، المرأة والمال والتجارة، زين الناس حب الشهوات من الآية إلى غير ذلك، لكن لعظيم فتنة إيش؟ لعظيم فتنة المرأة. وأنتم كما ذكر ذلك الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية وغيره، أن رجلا خائف في قول ربنا عز وجل ألف لام را روما يود الذين كفروا وكانوا مسلمين، أن رجلا خرج في الجهاد إماما بالمجاهدين، مجاهد وإمام يصلي بهم يحفظ القرآن، فتبدت له امرأة من النصارى فكلف بها، فأراد أن يتزوج، قالت إلا أن تتنصر تترك دينك وتأتيني، فترك الدين وأتاها، وكان له منها ذرية، فقالوا له وجدوه يوما على سور القصر، فقالوا ما فعل الله بك؟ قال ما بقي في صدري إلا قوله تعالى ألف لام را ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فخسر دينه والعياذ بالله. عمران بن حطان روى له البخاري وحدث عن عائشة، وكان سلفيا مصقعا شاعرا لا يفل له غبار يذب عن الإسلام إلى غير ذلك، وكان دميما قصيرا، كلف بابنة عمي وكانت جميلة وكانت حرورية، فأراد أن يتزوج فقالوا إنها ستضلك، قال بل أهديها، فلما تزوجها أصبح حروريا مثلها، يرى بفكر الخوارج. وقال في عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه وارضاه، قال وضربة من تقي لعلي يريد بها عند ذي العرش إقبالا، إني أذكره حين أذكره أراه خير خلق الله إنسانا، وكذب والعياذ بالله. هذا كل يدل على مثل هذا، وكم من أناس كانوا يتقفرون العلم وينفعون الناس، فلما تزوجوا ضاعت علومهم ورق دينهم، وأصبحت لا تراهم إلا لماما في جمعة وفي جماعة، فإن لقيته قال لك خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، كلمة حق أراد بها باطلة. فمن هنا كان هذا العموم، إلا فإن نيات الناس للدنيا تتعدد. نعم كأنه في تثريب للسفر للزواج. لا ما في مانع، لكن لا أبدا ما في مانع أن يسافر إنسان للزواج، لكن لا يجعل النية تكون رخيصة لهذه الدنيا وليست لله عز وجل، هذا هو المقصود بها. فما كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ما كانت هجرته لدنيا يصيبه أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر، فما في مانع الإنسان أن يسافر من أجل أن يتزوج، لكن عليه أن يسافر في زواجه يراعي ما أمر الله ورسوله في النكاح، في قوله فاظفر بذات الدين إيش تربت يدك، لا يذهب ليتزوج امرأة تكون على غير ديانة على غير خلق، فقد كلف بجمالها أو بحسب إلى غير ذلك. هنا يدخل في مثل هذا التثريب الذي ثرب في الحديث. نعم. رواه إمامان محدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم من المغيرة بن ابن بردزبة الزراع، هذا يسمى الفلاح بلغة الفرس، يسمى بردزبة. نعم. الجوع في البخاري. وأبو الحسين مسلم من الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري في صحيحهم، واللذين هما أصح الكتب. المصنفة. نعم. وهذا الحديث أصل أيها الفضلاء الكرام، ويدخل في القواعد الكليات الخمس، في أول قاعدة الأمور بمقاصدها، وهذا الباب باب إنما الأعمال بالنيات يدخل في جميع مناحي العبادات للمسلم، يدخل في جميع مناحي العبادات، بل وفي العادات يقلب العبادة العادة إلى يرحمكم الله يقلب العادة إلى عبادة، وهذا أصل من أصول الديانة هذا الحديث. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، حديث أبي هريرة في الصحيح، مجاهد ومنفق ومعلم للقرآن، مجاهد يبذل ماله ونفسه، ومنفق يبذل ماله، ومعلم القرآن يبذل وقته، ومع ذلك كلهم هدول إلى النار. لماذا؟ لأنهم أرادوا الثناء ففسدت نياتهم بمثل هذه الأمور، فسدت نياتهم بمثل هذه الأمور، وعالمهم
بعلمه لم يعملا معذبا من قبل عباد الوثن. ويدخل أيضا في العبادات. وابن رجب الحنبلي في جمع الحكم سود صفحات طويلة وأبحر بك في أمور الشريعة وفروع الديانة من الصيام والصلاة والزكاة والحج وأمور البيوع وأمور الطلاق، ودخل في أشياء كثيرة جدا. هذا الحديث حديث عظيم أيها الفضلاء الكرام، هذا الحديث حديث عظيم أصل وركن ركين، بل يدخل في أمور وما يسمى الآن بالزواج بنية الطلاق. يعني يتزوج، يعني سافر إلى بلد من البلدان، ها، وللأسف هذا يحدث كثيرا، ويريد أن يتزوج هناك فترة الأسبوع أو الشهر هذا اللي هو إيش جالسة، وفي داخله نية إيش؟ نية الطلاق. اختلف العلماء، قالوا العقد فاسد، قالوا العقد فاسد، وإذا تواطأ الطرفان أصبح متعة محرمة، يعني الزوج والزوجة، أنه في الزواج على مدة شهر أو كذا. قالوا وإن لم تعلم الزوجة وهو علم فالعقد فاسد، هذا اختار الجمع من أهل العلم، ومنهم قال لا يفسد العقد بذلك ويأثم لفساده، لفساد ماذا؟ لفساد نيته. ندخل أيضا في مثال آخر في مسألة إنسان الآن دخل في الصلاة وراء الإمام في صلاة العصر، وتذكر أنه لم يصليش الظهر، فقلب نيته وهو في الصلاة إلى إيش؟ إلى الظهر. ها إيش رأيكم؟ الصلاة إيش؟ باطل. خذها قاعدة، في الصلاة من معين لمعين يبطل الاثنان، كما نقله الإمام النووي عن الماوردي في المجموع شرح المهذب، واختارته لجنة الدعوة الشيخ باز الشيخ بن عثيمين الشيخ الفوزان وغيره. من معين إلى معين تبطل الصلاة، كلاهما يبطلان. إيه معنى معين لمعين؟ فريضة الفريضة أو نافلة النافلة. أنا الآن جالس أصلي مثلا الآن في راتبة إيش؟ العشاء، قلبتها لراتبة المغرب، عرفتم؟ فسدت كلاهما. طيب دخل يصلي العصر تذكر الظهر، وهو في داخل الصلاة قلب النية، ما خرج من الصلاة وأعاد النية، لا هو في داخل إيش؟ الصلاة، قلب إيش؟ النية، بطلت الصلاتان ولم تجزئ عن واحدة منهما. هذا من معين إلى إيش؟ معين. إلى معين. طيب من مطلق إلى معين، الآن أنا أصلي نافلة مطلقة، قمت قلبتها إلى راتبة الظهر القبلية، إيش رأيكم؟ لا يصح، يأخذ نفس الحكم؟ لا يصح، من مطلق لمعين لا. الذي يصح هو الثالث، من ماذا؟ من معين إلى مطلق. كنت أصلي الظهر وفجأة قامت جماعة، فإيش قلبتها إيش؟ نافلة مطلقة ليس لشيء، وسلمت من ركعتين وأدركتين، هذا تصح. من مطلق لمطلق لا توجد مثلها، ما توجد هذه الصورة، الصورة دي ما توجد. إذا شرعت في أنا شرعت الآن، يعني مثلا قدر الله أني ليس من عادته ذلك، لكن قدر الله أنه راح المسجد لقى الصلاة إيش قضية، نبشره بحديث أبي هريرة عند أبي داود، إذا أتى أحدكم المسجد فإذا الصلاة قد قضيت كتب له أجر كل من صلى فيها، كتب له أجر كل من صلى فيها، حتى من الجن المسلم كل الأجر صلى فيها إن كتب له. طيب جيت فخلاص يعني استرجعت على ترك على فوات الجماعة وأقمت مع نفس الصلاة وقعدت أصلي، فوجدت مجموعة إيش جاد وبدوا يصلوا إيش صفوا جماعة، فقلبت أنا نافلة مطلقة من الأعلى إلى الأدنى، خلاص تصح. من معين، المعين كان الظهر، إلى إيش مطلق، وصليت ركعتين وسلمت بسرعة وقمت إيش لحقت إيش الجماعة. فهذه ثلاث صور، من معين لمعين، من معين من مطلق إلى معين، كلاهما لا تجزئ عن واحدة منهما، من معين إلى مطلق تصح. وضحت فضلتكم؟ نعم. الرابع مطلق لمطلق لا توجد. نعم. يعني من أدنى إلى أعلى تصح يا شيخ. كيف؟ لا، من معين إلى مطلق، من أعلى إلى أدنى. نعم. نعم. نافلة مطلقة ليست لشيء، لا راتب ولا نعم.